لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بعد أيام قليلة سيصدح بتلك التلبية العظيمة ملايين المسلمين من كل أقطار العالم. إن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا تتشارك قدسية تأدية هذه الفريضة وتسهيلها لكل ضيوف الرحمن، وترحب بهم في أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ بأكثر من 2 مليون حاج قادمين من أكثر من 160 دولة حول العالم. في الحج رحلة وارتحال وقصة أمنيات ودعوات يجيش بها خاطر كل آت من الفج العميق، وآماله معلقة ببلوغ البيت العتيق ليشهدوا منافع لهم، وهي منافع عديدة يسرها الله لضيوفه وشرف بها الطواقم السعودية لتقدم كل معاني الراحة واليسر والحج المبرور في كل صعيد من المشاعر الطاهرة، حيث شبكة الطرق والقطارات وحافلات النقل الترددي والبنية التحتية المتكاملة لتصنع للحجيج روحانية وأمانة ومشاعر سرور تبقى في ذاكرتهم مهما تعددت اللغات وتباينت الحاجات. وقد سخرت قيادتنا منظومة متطورة من الخدمات والتجهيزات الصحية والأمنية والمدنية وبقدرات سعودية متميزة، وذلك في جميع المشاعر وخصوصا في مشعر منى والتي تعد أكبر مدينة خيام في العالم. كما نعمل لراحة ضيوف الرحمن وتحقيق تجربة ثرية في الحج. هذا العمل ليس وريد هذه الأيام، بل هو جهد سنوات بذلت فيها كل الممكنات لتحقيق راحة الحجاج مراعية كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة. ختاما نسأل الله أن يتقبل حجكم وأن يجعله مبرورا ميسرا. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan MSCTV. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan juga share.